إذن إخواني وأخواتي النبي كان يستعيذ بالله من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وغلبت وفي رواية قهر الرجال عجيب عجيب أوتي الحكم عليه الصلاة وأفضل السلام وأول ما يستعيذ به الهم والحزن فإذا تمادى الحزن بصاحبه تحول إلى ماذا؟ الاكتئاب مدمر مرض خبيث تماماً كالخوف إذا تمادى بصاحبه يتحول إلى ماذا؟ anxiety إلى القلق شيء عجيب الحزن والخوف الاكتئاب والقلق والاكتئاب والقلق بإجماع كل علماء النفس حول العالم أشيع الأمراض العقلية في العصر على الإطلاق الاكتئاب والقلق ما في في رأس القائمة وهذا سر أن القرآن دائماً يطمئننا، يعدنا، يحفزنا على أن المؤمنين الصالحين اللهم اجعلنا من جملتهم يا رب العالمين بفضلك ومنك لهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف ولا حزن، لا قلق ولا اكتئاب، عجيب عجيب يعني ان سل أي عالم في علم النفس قل له ما هي أشيع الأمراض العقلية أو النفسية؟ تفرق أصبحت الآن صعبة وتخومية معروف قصة أخرى هذه، يقول لك معروف القلق والاكتئاب احصائيا واقعيا في العالم كله القلق والاكتئاب قل له ما هو الاكتئاب يقول لك حزن تمادى بصاحبه حزن العادي الذي ياتي ويمر لا هذا لا يسبب ايه او ليس هو الاكتئاب لكن اذا اقام وقعد هذا وتوطن وفرش كما يقال اه هو وتمادى يتحول الاكتئاب بالضروره هذا هو الاكتئاب يتحول الى اكتئاب كذلك ايه الخوف عاطفه عاديه عاطفه عاديه العواطف الست الافعالات الست هي ماذا؟ السعادة والحزن. السعادة والحزن، الدهشة والغضب، الخوف والاشمئزاز. هذه الست العواطف الرئيسة الأساسية في البشر جميعا في البشر جميعا ومنها تتفرع كل العواطف التي تعد بالألوف والمشاعر والانفعالات بالألوف من هاته الستة الرئيسة، من هاته الستة الرئيسة. إذاً هذا هو الاكتئاب اما الخوف اذا تمادى بصاحبه يتحول الى قلق طيب العقل الحزن من ماذا لا يكون الحزن مما سياتي لا الحزن مما وقع او هو واقع لكي لا تاسوا على ايه اه ما أص... ما فاتكم ولا ما اصابكم فاتكم ولا ما اصابكم الاسى هو الحزن الإنجليزية grief sadness and grief في تشابه كبير الأسى والحزن جريف تأسو أسيان حزين لكن أسيان أصابه الأسى لكن ليس الحزن والأسى هما إيه الكآبة. حتى طبعا هذا هذا ترجمه وهي ترجمة موفقة جدا الذي ترجم depression إلى اكتئاب موفق جدا عليم بالعربية لماذا لأن كئب المرء كئب المرء إذا انكسرت نفسه وهمدت من شدة ما أصابها من الحزن عجيب إذا هذه اللغة العربية يعني العرب حتى في الجاهلية كانوا يعرفون مع أنه مصطلح ديبريشن هذا ما كانش معروف طبعا في العالم العلمي هذا مصطلح أوروبي إيه في العصر الحديث عمره تقريبا 300 سنة يعني بدأ يستخدم لكن الظاهرة واقعة والبشر يميزون وجوديا بين حزن عابر حزن طبيعي وبين حزن ايه مقيم مخيم غمامات ايها الاخوه سودت اه سماء نفس صاحبها ولا تزول موجوده دائما 24 ساعه هذه الكآبه هذا الاكتئاب العرب يقولون هذا هو الكئيب الكئيب هو الذي انكسرت نفسه وهمدت من شده ما توالى عليها من ضروب الحزن او الاحزان هذا الكئيب غير هذا الحزين مرتبه خاصه يعني فير ستريت يعني هذا من مرتبه خاصه من الحزن المسكين نعوذ بالله من الكابه نعوذ بالله من الاحزان جنبنا الله واياكم الهموم والاحزان اسبابها وتواليها اسبابها وتواليها فالقران يقول لا اكتئاب ولا قلق لانه لا خوف مستحيل اذا الخوف انتفى والحزن لكن الخوف مما الخوف مما سياتي الخوف من المستقبل هو القلق سيأتي آه. ما في واحد قلقان ايه من اللي صار، لا لا، قلقان من اللي بده يصير، ايش حيصير مع اولادي، مع نفسي، مع زوجتي، مع كذا في الامتحان، في الحرب، في ال... في الديون، في المشكلة الفلانية العلانية، آه تفكير، آه. قد يستبد بصاحبه ويدخله ايه؟ والعياذ بالله في عالم القلقين، يصبح عنده اضطراب القلق، آه انكزيتي، آه. فالقرآن قال لا، لا خوف ولا حزن، يعني ايه؟ لا قلق ولا اكتئاب، لا قلق هذه من نعم الله العظمى الآخرة الجنة ما فيها لا قلق ولا اكتئاب، لكن الدنيا دار القلق ودار الاكتئاب، فيها قلق وفيها اكتئاب، وما في احد يمكن ان ينجو ايه؟ من شيء من الحزن او شيء من الخوف، الدنيا طبعا كل انسان مستهدف لمخاوف معينة ولاحزان معينة ولاحزان معينة، بعض الناس يتورط يستحيل حزنه الى كآبة ويستحيل خوفه الى قلق.